والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام حرموا أشياء من المأكولات ومن الحيوانات بدون أن يكون عندهم براهين من الله، ولذلك عاب الله عز وجل عليهم هذا في مواطن كثيرة. قال تعالى: ما جعل الله من وسيلة ولا حام، ما جعل الله من بحيرة ولا وسيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ورد الله عليهم هذا في مواطن كثيرة. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وذكر الله جل وعلا أن المشركين حرموا ظهور بعض الأنعام، وذكر الله جل وعلا أن المشركين حرموا بعض أنواع الحيوانات، فقالوا هذه حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليها، إلى غير ذلك مما كانوا يحرمون في الجاهلية. فجاءت هذه الشريعة المباركة برفع هذه الآصار التي جعلها العرب في مطاعمهم، كما أنهم في الجاهلية كانوا يستعملون أنواع من الأطعمة مضرة، فجاءت الشريعة بتحريم هذه الأطعمة المضرة. من أمثلة ذلك أنهم كانوا يأخذون الدم المسفوح فيضعونه في الأمعاء التي عند الحيوان ثم يشونها فيأكلونها، وهذا الدم المسفوح مضر، لذلك جاءت الشريعة بالنهي عنه. ومن فضل الله عز وجل أيضا أن عددا من المحرمات التي كانت على الأمم السابقة من اليهود والنصارى جاءت الشريعة بإباحتها، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني أن التحريم خاص بهم، يعني تقديم المعمول وعلى الذين هادوا يفيد اختصاص التحريم بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذا التحريم خاص بالأمم السابقة لا يشملنا نحن. الشريعة جاءت بأن المحرمات محصورة والباقي على الإباحة، كما قال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المحرم مذكور والباقي على الإباحة، وهذا التحريم إنما كان من أجل مصلحتنا. لما نزل أمر الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو
إلا به لغير الله وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة، وما أخذ السبع إلا ما ذكيته، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه محرمات كثيرة، هذا سيضيق عليك. فنزلت الآية بعدها: يسألونك ماذا أحل لنا، قل أحل لكم الطيبات، يعني أننا إنما حرمنا عليكم أشياء قليلة والباقي الإباحة، لم نحصر المباح وإنما حصرنا المحرم. ثم إن تحريم هذه المحرمات كان لمصلحتكم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. والآية بعدها: اليوم أحل لكم الطيبات. الطيبات ما فيه نفع، ما فيه مصلحة، وهكذا هي أحكام الشريعة، إنما جاءت لتحقيق مصالح الخلق. نحن نتقرب إلى الله بالعمل بهذه الأحكام، فيورثنا ذلك رضا رب العالمين، ويورثنا ذلك أيضا تحقيق مصالحنا وإن لم نكن قاصدين لذلك. إذا تقرر هذا فإن الأطعمة على نوعين. النوع الأول من الأطعمة الأطعمة الحيوانية، الأطعمة غير الحيوانية، من أمثال ذلك أو من مثل ذلك مثل النباتات وأنواع الأطعمة المصنعة، من مثل البسكوت، المكرونة ونحو هذا. وهذا النوع من أنواع الأطعمة الأصل فيه الإباحة، ولا يمنع من شيء منه إلا بدليل، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية وقال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فقوله إنما يفيد أن الحصر في المذكور، يفيد حصر التحريم في المذكورات وإباحة ما عداه. ومثله قوله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج للناس والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن هناك ضوابط فيما يتعلق بالأطعمة غير الحيوانية، إذا وجد أحد هذه الضوابط منع من هذا الطعام، وقيل بأنه محرم لا يجوز تناوله. الضابط الأول الضرر، فالطعام الضار لا يجوز تناوله، فإن الله جل وعلا قد حرم علينا الإضرار بأنفسنا، ومن ذلك تناول الأطعمة الضارة، وقد جاء في الحديث: لا ضرر ولا ضرار، خصوصا إذا كان الطعام مع كثرته وزيادة نسبته في الجسم يؤدي إلى مرض أو يؤدي إلى وفاة، فإن هذا من المحرمات.
قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن أنواع الأطعمة الضارة السموم، فإن الطعام المسموم محرم متى كان مضرا بالجسد. ومن أنواع ذلك الأطعمة التالفة أو الأطعمة المنتهية صلاحيتها ويخشى من ضررها على البدن يمنع منها. وهذا النوع من أنواع الأطعمة يرجع به إلى أهل الاختصاص، اختصاص التغذية، فيسألون عن الطعام الضار وعن الطعام النافع. وقد يكون الطعام نافعا لكن إذا تجاوز العبد به نسبة معينة انقلب إلى كونه ضارا فيحرم من أجل ذلك. مثال ذلك تناول الطعام المكون من لحم نافع للجسد فالأصل فيه الإباحة، أو تناول الرز مباح على الأصل، لكن إذا زاد الإنسان من أكل هذا الطعام أثر عليه وأصابه بالتخمة، وقد يسد بعض المجاري التي تؤثر على صحته. فتناول هذا المقدار الزائد المضر بالجسد يمنع منه. الضابط الثاني من ضوابط تحريم المأكولات غير الحيوانية ألا تكون نجسة، فالطعام النجس لا يجوز تناوله ولا أكله. ومن أمثلة النجس الدم المسفوح، فإن الله تعالى قال: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. وكل ما نهت عنه الشريعة من المأكولات فالأصل أنه يكون نجسا. والنجاسة على أنواع. النوع الأول ما كان نجسا بعينه، ومن أمثلة ذلك الدم، هذا نجس لذاته، لو طهرته 1000 مرة أو غسلته 1,000,000 مرة لا يطهر، بل يبقى على نجاسته فيكون ممنوعا منه محرما. ومثل ذلك أيضا رجيع بني آدم، رجيع الحيوانات غير المأكولة، ومثله أيضا القيء الذي يخرج من الإنسان أو من الحيوان. النوع الثاني من أنواع النجاسات ما اختلط بنجس، شيء طاهر خالطته نجاسة فأصبح نجسا. مثال ذلك لو كان عندك مشروب من المشروبات المباحة ووضع معه شيء نجس فإنه ينجس ويحرم شربه، كما لو وضع مع المشروب المباح دم نجس واختلط معه أو بول.
ينجس بالمجاورة، يكون هناك شيء مباح فيجاوره نجس ويكون بينهما رطوبة فتنتقل النجاسة. مثال هذا عندنا بسكوت طاهر، خالطه بسكوت فيه أغذية محرمة من خنزير أو ميتة وبينهما رطوبة، فإن النجاسة حينئذ تنتقل ويصبح البسكوت الأول من النجسات من النجاسات، وبالتالي يحرم أكله. ومثل هذا أيضا ما لو كان الأكل يوضع في غلاية فيها زيت نجس، زيت خنزير أو غيره، أتينا بخبزة فأردنا أن نقليها فنضعها في إناء فيه زيت خنزير، فحينئذ تنتقل النجاسة وتحرم هذه الخبزة. لماذا؟ لأنها جاورت نجاسة وبينهما رطوبة، فينتقل حكم النجاسة إليها. إذا أخذنا ضابطين من ضوابط الأكل غير الحيواني، الأول الضرر والثاني النجاسة. الضابط الثالث الإسكار، فإن الأكل غير الحيواني المسكر حرام ونجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. واختلاف اسم هذا المسكر لا يختلف معه الحكم، سواء سمي خمرا أو سمي مشروبا روحيا أو سمي ويسكي أو سمي بأي اسم، لا يختلف الحكم. وإذا كان تناول كمية كبيرة من المشروب يؤدي إلى الإسكار، فإنه حينئذ يحرم هذا المشروب ولو كان بنسبة قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويقول: ما أسكر ملء الفرق منه فملء الفم منه حرام. الفرق إناء كثير يسر أصاعا كثيرة. ونلاحظ في هذا أن المسكر إذا تدخل فيه الناس وحولوه برغبتهم من كونه خمرا إلى كونه خلا، فإنه يبقى على تحريمه والمنع منه. وذلك أنه جاء في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خمر لأيتام، فبين له تحريمها ووجوب إلقائها، فقال: أفلا نخللها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكن لو تخللت الخمر بنفسها بدون تدخل من أحد فإنه حينئذ تباح. الضابط الرابع من ضوابط إباحة المأكولات غير الحيوانية ألا تكون مملوكة لغيره، فإن الطعام الذي يملكه غيرك لا يجوز لك أن
تستعمله أو أن تأكله إلا بإذن من مالكه، لأن أخذ المأكولات التابعة للآخرين بدون إذنهم من أنواع أكل المال بالباطل، من أنواع الظلم. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال في الآية التي بعدها: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وأخذ أموال الآخرين وأطعمتهم يدخل في قول الله عز وجل: فما للظالمين من نصير. ويدخل في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنصوص الدالة على تحريم الظلم وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة كثيرة. ويعقم الإثم في أموال الآخرين متى كان المالك ضعيفا أو غير قادر على منع الآخرين من أخذ حقه. لذلك قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل المال الحرام ينتج عنه عواقب سيئة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبار، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ما يستجاب دعاءه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطلب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وجاء في حديث يا أهل العلم في إسناده بحث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت على سفه فالنار أولى به. المطعم الحلال يبارك للعبد فيه ويكون مؤثرا تأثيرا عظيما في الأبدان وفي صحة أعضاء الأعضاء وفي القدرة على الفهم والاستيعاب وفي سلامة الجوارح. والنوع الثاني من أنواع المطعومات الحيوانية. المطعومات الحيوانية وقد ذكر الله عز وجل أنه جعل الأصل في الحيوانات الإباحة، فقال: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
كلوا من طيبات ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرني حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرني حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله. فأولئك الذين يحرمون هذه المطعومات وهذه الحيوانات ممن يكذب على الله، والكذب على الله لا يوجد شيء من الذنوب أظلم منه أو أكثر ظلما منه. فالمقصود أن الأصل في المطعومات الحيوانية هو الإباحة، هذا هو الأصل. وإنما منع من حيوانات مخصوصة محدودة إما بأسمائها أو بصفاتها أو بسبب عدم ذكائها أو عدم أهلية مذكيها. والأمور الحيوانية على نوعين، النوع الأول ما نص على تحريمه بذاته فهذا لا إشكال أنه محرم وأنه مستثنى من القاعدة العامة، ومن أمثلة ذلك الخنزير فإنه حرام، شحمه ودمه ولحمه وسائر أعضائه. وقد قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهكذا الدم والميتات من الحيوانات، والميتة من الحيوانات المراد به ما مات حتف أنفه بدون أن يذكى، سواء كانت موتة الحيوان بسبب من الحيوان كما لو سقط فمات، أو مرض فمات، أو كان بسبب من آدمي كما لو صعقه فمات، أو قطع أعضاء بدنه قبل أن ينحره أو يذبحه، حينئذ يكون نجسا حراما. ومن أنواع المحرمات هذا أنواع الميتات المذكورة في الآية السابقة، ومنها المنخنقة وهي التي تخنق إما بوضع حبل أو بيد أو بغير ذلك. وكذلك المنقوذة وهي التي تذبح أو تجرح في غير عنقها، والمتردية وهي التي سقطت من علو فماتت، والنطيحة لأن نطحت غيرها من بهيمة الأنعام فماتت، انخرق رأسها بسبب النطاح فتموت، فهذه ميتة. وهكذا أيضا ما أخذته السباع فأماتته بدون أن يكون له ذكاء. ومن أنواع المحرمات السباع التي تعدو فتأكل بنابها فهي محرمة ولا يجوز.
هذه كلها حرام. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. أما لو كان الحيوان له ناب لكنه ليس من السباع العادية فلا يدخل في هذا الحديث، إنما يدخل ما له ناب ويعدو على غيره من الحيوانات. ومثل ذلك أيضا الطيور التي لها مخالب وتعدو بمخالبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها. في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وورد في صحيح مسلم كل ذي ناب من السباع حرام. ومما جاءت به الشريعة ومما جاءت الشريعة بتحريمه والمنع منه الحمار الأهلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية، بل إن الصحابة كانوا قد أخذوا هذه الحمر فذبحوها وطبخوها وإن القدور لتفور بها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فألقوها من قدورهم مع حاجتهم ومع وفرة هذا اللحم، ومع أنهم قد عملوا أعمالا كثيرة من طبخ وذبح وتهيئة، إلا أنه لما جاءه الأمر بالتحريم أذعنوا واستجابوا لأمر الله عز وجل. كذلك الحيوانات، وهذا خاص بالحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي المخطط فإن الأصل فيه الإباحة. وهكذا مما وردت الشريعة بمنعه والتحريم منه المتولد بين حيوان مأكول وحيوان غير مأكول، مثل البغل يتولد من حمار وخيل فهذا يمنع منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البغل. وهناك حيوانات أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فيمنع منها، وحيوانات نهى عن قتلها فيمنع منها. لما أمر بقتل الحية والعقرب والغراب والخمس البواسق قلنا هذه حرام أكلها. وهكذا نهى عن قتل حيوانات أخرى، نهى عن قتل الضفدع فيكون الضفدع ممنوعا منه، نهى عن قتل الهدهد فيكون الهدهد حرام لك. ومن انواع الحيوانات المحرمه الحيوانات السامه، فانها ضاره بالبدن، والشريعه قد جاءت بالمنع من اضرار الانسان بنفسه. ومن انواع المحرمات هباب اللحوم الأعضاء المقطوعة من حيوان حي، لو قطعنا رجل شاة فهذه الرجل حرام، لو قطعنا رجل شاة حية فهذه الرجل حرام، لا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبينا من حي فهو كميتته. هذه نماذج لما يحرم من الحيوانات. هناك أيضا محرمات حيوانية أخرى تراجع فيها كتب أهل العلم، الجلد حرام، الفأر حرام،
فجاءت الشريعة بتحريمها. أما الحيوانات المباحة فهي كثيرة وغير محصورة، المحصور هو المحرم، وأما الحيوان المباح فكثير. والحيوانات المباحة على نوعين، النوع الأول ما لا يحتاج إلى تذكية مثل السمك والجراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد ورد أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. فهذه الحيوانات لا تحتاج إلى تذكية، بمجرد أخذها يجوز تناولها وأكلها متى هيئت بطبخ ونحوه، إلا أن يكون فيها شيء الضوابط المتعلقة، إلا أن يتخلف عنها شيء من الضوابط المتعلقة بالمأكولات الحيوانية مثل النجاسة أو الضرر أو ملك الغير أو الإسكار. القسم الثاني من الحيوانات المباحة حيوانات تحتاج إلى تذكية، لا يجوز للإنسان أن يأكلها إلا إذا ذكيت، مثل الحيوانات البرية والحيوانات الطائرة التي ليست من السباع ولا من ذوات المخالب، من مثل الأوز، البط، الدجاج، ومن مثل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. من مثل الأرنب والغزلان والوعل والحمام إلى غير ذلك من أنواع الحيوانات المباحة. هذه الحيوانات لا يجوز تناولها إلا بذكاة متى كانت الذكاة ممكنة، وعدم إمكان الذكاة يكون في مسألتين، في مسألة الصيد وفي مسألة الحيوان الهارب الذي لا نتمكن من الإمساك فيه أو يقع في بئر ونحوه بحيث يكون رأسه في الأسفل، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هرب منهم جمل فسقط في بئر، فأمرهم بقطع أعضائه التي تليهم وقال إن لهذه العجماوات أوابط كوابط الطير فما ند منها يعني هرب فافعلوا به ذلك. ويدل عليه قوله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله عليه. فهذا فيه دلالة على أن الصيد لا بد فيه من تسمية، وأن ما لم يسمى عليه فإنه لا يكون مباحا، ولو تركت التسمية نسيانا وسهوا. أما ما يحتاج إلى تذكية من غير ما سبق فإنه يشترط له عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون ذبحه بآلة حادة، فإن ذبح بما ليس بحاد فإنه لا يجوز أكله،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وقطع الودجين فكل، ليس الظفر فالظفر لا يجوز أن تؤكل الذبيحة المذبوحة به. ثم قال: والسن، إذا جاء بالسن وحد ونحر به حيوان لم يجوز أن يؤكل ذلك الحيوان. فاشترط في هذا الحديث إنهار الدم، ولا يكون إنهار الدم إلا بآلة حادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الشرط الثاني من شروط جواز أكل الحيوان المذبوح أن تكون الذكاء في موقعها ومحلها، مستوعبة لما يجب قطعه من الحيوان. فإن رقبة الحيوان فيها أربعة أمور: حلقوم ومريء وودجان، وهما عرق الدم. وظواهر النصوص تدل على وجوب قطع الودجين، كقوله: ما أنهر الدم فكل. أنا إذا قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجان فإنه الصواب أنه لا يجزي وأنها ميتة. وإذا قطع الحلقوم والمريء مجرى الطعام ومجرى النفس فهو أكمل للخروج من الخلاف. لذلك فإن المزكي يقطع هذه الأمور الأربعة. ومن هنا نعلم أن خنق الحيوان أو صعقه لا يجوز الأكل من ذلك الحيوان. الصعق إذا كان مؤديا إلى الوفاء أو مؤديا إلى عدم خروج الدم فإنه حينئذ لا يبيح الحيوان ولو وجدت معه زكاة. أما إذا كان الصعق غير مؤدي إلى موت الحيوان ولا يؤثر على خروج الدم المسفوح من بدنه فإن هذا الصعق غير مؤثر. ومما يتعلق بهذا أن الحيوانات المذبوحة بالمسدس لا يجوز أكلها ولا تناولها، وذلك لأن المسدس لا يخرج الدم من الوجهين، ومن ثم يمنع منه، ويكون هذا الحيوان حيوانا محرما نجسا. الأمر الثالث أن يكون الذابح ممن لديه الأهلية في الذبح، فإن الذابح إذا كان غير مؤهل للذبح فالأصل تحريم ذبيحته وعدم جوازها. وأهلية الذبح لها صفات أو لها أركان، أولها العقل، فذبيحة المجنون حرام لا يجوز أكلها ولا تناولها لأنه لا يقصد التذكية. والشرط الثاني أن يكون المذكي
مميزا. فإن كان المذكر صغيرا لا يميز فإنه لا يجوز تناول ذبيحته. لا يشترط البلوغ وإنما يكفي التمييز. لو جاء ابن 10 سنين فذبح الذبيحة جاهزة وصح أكلها. ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى، فإن تزكية المرأة مجزية تؤدي إلى حل الحيوان. من شروط أو من صفات المذكي المؤهل للتذكية أن يكون مسلما أو كتابيا، فإن الله أباح زكاة المسلم وأباح زكاة الكتابي. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فزكاة الكتاب صحيحة وجائزة، وهكذا زكاة المسلم. فإن قال قائل بأن أهل الكتاب الموجودين في عصرنا ليسوا على دين موسى وعيسى، فقد حرفوا كتابهم وحرفوا ديانتهم، فنقول إن هذا التحريف كان موجودا في عهد النبوة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ذبائحهم. فإن قال قائل: هم لا يزاولون شعائر دينهم، فنقول: ما دام منتسبا إلى يهودية أو نصرانية فإن زكاته مجزئة، لأن كثيرا ممن في عهد النبوة كانوا كذلك لا يلتزمون بشعائر دينهم، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عام بجواز أكل ذبائحهم. وفهم من هذا أن غير المسلمين وغير أهل الكتاب لا يصح أكل ذبائحهم، ومن هؤلاء المجوس الذين يعبدون النار، ومن هؤلاء الوثنيون الذين يعبدون الأصنام، ومن هؤلاء الذين لا يدينون بأي دين. ومن شروط المذكي أن يكون قاصدا للتذكية. لو كانت السكين بيده فالتفت فإذا بالسكين في رقبة الحيوان فحصل قطع الوجين والحلقوم والمليء، لم تجزئ هذه الذبيحة، لأنه ليس قاصدا للتذكية. ومن شروط الحيوان المذكى لا يوجد فيه مانع بالشرع، ومن أمثلة هذا الحيوانات التي في الحرم. لو أخذها إنسان فذكاها حيوانات المصيدة، لو أخذها إنسان فذكاها إلى هذه التذكية غير مؤثرة، وهي حرام ونجسة ولا يجوز أكلها. ومن أنواع الذبائح الممنوع منها في الشرع الذبائح التي ذبحت للتقرب بها لغير الله عز وجل، كما يذبح للقبور وأصحاب القبور، فهذه الذبائح نجسة حرام ولا يجوز أكلها لأنها ذبحت لغير الله. الله تعالى ذكر في المحرمات قال: وما أهل لغير الله به.
ربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك يدخل فيه ذبح الذبائح، ولذلك كان ذبح الذبائح في الحج واجبا من واجباته، لأنه عبادة وقربة. ومن الشروط ومن أمثلة هذا ما يذبح من الذبائح تقربا للرؤساء والملوك. في بعض المواطن إذا جاء رئيس أو وزير أو كبير قاموا وأخذوا الذبيحة فذبحوها أمامه من أجل أن يرى أنهم ذبحوها، هم يتقربون بذلك له، لا يريدون منه أن يطعم، وإنما يريدون أن يشاهدها وهم ذبحوه له. فهذه الذبائح حرام، نجسة، لا يجوز أكلها لأنها ذبحت لغير الله. فإن قال قائل: إن الضيوف يأتونني فأذبح لهم الذبيحة. قيل: أنت تذبحها لهم لإكرامهم، لا لعبادتهم ولا للتذلل لهم ولا للتقرب إليهم، وإنما تذبحها لله، لأن الله أمرك بإكرام الضيف. فمثل هذه الذبيحة حلال، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح ذبائح عديدة لأضيافه الذين يريدون إليه. ومن شروط الذبائح أيضا أن لا يذكر عليها اسم غير اسم الله تعالى. فلو كان الذابح يقول عند الذبح باسم المسيح، فحينئذ تكون هذه الذبيحة مما أهل لغير الله به، فتكون حراما لا يجوز أكلها وهي ميتة. وهكذا لو سمى أحدا من الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء عليها فإنها حينئذ تكون ميتة. إذا جاءت اللحوم من بلد معين فهل نأكل تلك اللحوم؟ قلنا إنه لا بد من شروط الذكاء، ولا بد من أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. فالبلد التي يغلب عليها الوثنيون أو يغلب عليها أناس ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب، فهذه لا يجوز أكل ما يرد إلينا من لحومهم، لأننا يغلب على ظننا أنه قد ذبحها غير مسلم وغير كتاب. والبلد التي يكثر فيها المسلمون، الأصل جواز الأكل من لحومهم. فإن قال يمكن أن يكونوا لم يذكروا اسم الله عليها، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن هذا، فقيل له: إن الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري هل ذكروا اسم الله عليها أو لم يذكروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا أنتم واذكروا اسم الله. وفي لفظ: اذكروا اسم الله أنتم وكلوا. إذا كان في البلد مؤسسة يوثق فيها جاز الاعتماد على شهادتهم، لأن الطعام مذكى أو حلال
ولا حرج على الإنسان في ذلك متى كانوا ثقتين. أما إذا كان القائمون عليها ليسوا بثقة ويذكون أو يزكون بناء على ما يدفع إليه من أموال من شركات الحيوانات فمثل هؤلاء لا يجوز الاعتماد على تزكيتهم ولا على ختمهم. هذا شيء من هناك مسائل كثيرة متعلقة بالذبح، وما أردته بمثابة الضوابط والقواعد في هذا الباب. ينبغي بنا أن نحرص على ولوج هذا الباب والمساهمة فيه بما نستطيع لتصلح الأحوال ويبتعد عنا الطعام المحرم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. اللهم اجعل مكاسبنا حلالا ومنفقنا طاعة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ماكلنا واجعلها على وفق ما جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الغنى والتقى والسعادة والرحمة، كما نسألك إلهنا أن تجعلنا أخوة متعاونين على الخير وعلى البر والتقوى متحابين فيما بيننا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.